إيمي قالت إنه في سور فرع بيناتنا. إيه داود، جدي قال نفس الشيء، هو قال إنه إسرائيليين كانوا موجودين بالناحية التانية. كنت راح أكرهكم وأفكر إنكم بتحبوا تقتلوا أطفال فلسطين. إيمي قالت إنتوا كمان كرهتونا وكان بدكم ترمونا كلنا في البحر. أكيد كنتوا خايفين نموت. أنا متأكد إنه كل كانوا خايفين. جننا على آخر. فكر عنا كمان انجن. كتير ناس فكروا انه هيك الله بده، بس هذا مش مظبوط. كلهم خسروا. مبين انه كلهم كانوا مجانين. انا مبسوط انه خلص. الناس أخيراً استنتجوا إن كلنا ياتنا متسوين ومش لازم نخاف من بعض. علي، أنا مش خايف منك. بعرف، أنا كمان مش خايف منك وما كنتش بالمرة برمك بالبحر. بس مستعدة أتسابق معك.